رحلتهما في النهر اصطدم قارب عاصم وهاني بقارب نهري كبير وسقطا في الماء وضاع كل منهما عن الآخر. وأصيب عاصم بجروح خطيرة حيث وجد نفسه في رعاية الصياد رأفت وزوجته. أما هاني فقد وجد نفسه في المزرعة الضخمة التي تمتلكها عائلة السيافين إحدى أكبر العائلات في المنطقة الشمالية. ووجد أنه قد تورط في أعمق خلاف بين هذه العائلة وعائلة الصيادين على ضفة النهر. ومما زاد في الأمر تعقيدا هو أن نجوى ابنة عائلة السيافين وعزمي ابن عائلة الصيادين كانا يريدان الزواج. وقد حاول هاني الذي قدم نفسه تحت اسم المستعار هو فرز زيدون أن ينهي نزاعا طويل العهد بين العائلتين لكي يسود السلام والمحبة بينهما. وقد أصبحت عائلة السيافين الآن تلوم هاني لأنه أطلق السراح إحسان الصيادين الذي كان أسيرا عندهم، ولأنه ترك حامد السيافين تحت رحمة عائلة الصيادين. والآن يوشك رجال السيافين على إعدام هاني. ومن ناحية أخرى فإن إحسان وفى بوعده مع هاني وسمح لحامد بالهرب، ولكن أثناء رجوع حامد إلى البيت أسره رجال الصيادين مرة أخرى. دعنا ننتهي منه، إنه لا يستطيع أن يهرب منا وعليه أن يتعلم درسه بأقصى الأساليب. تمهل، اترك، اترك. لماذا تمنعنا يا عزمي؟ إنه الابن الكبير لرئيس السيافين، دعنا نتخلص منه. هذه أوامر والدي، لقد سمح بإطلاق سراحه باسم عائلة الصيادين. ولكن لماذا؟ أنت تشتغل عند والدي، لذلك افعل كما يريد، فهم؟ حسنا يا عزمي، إذا كنت تريد ذلك دعنا نذهب يا أولاد. شكرا يا عزمي. أسرع الآن وتذكر أنني قد وعدت فرج بذلك. أسرع، الله معك. حسنا، سأراك يا عزمي. رجع يا والدي، لا تشنق مرات، لا تقتل، أرجوك. رغم كل شيء فقد حاول فرج أن ينقذ حياة حامد، إنك لا تستطيع أن تشنقه يا مهول، إن الله سيعاقبك على ذلك. إننا جاهزون يا سيدي، أعطنا إشارة. أبي، يا لولو باستمرار وعملت ما طلبت منك أن تعمله، لم يسبق أن خدعتني كما يعمل البعض، شكرا لك. إلى متى نبقى منتظرين؟ لقد تعدت الشمس قمة الشجرة منذ فترة طويلة. هيا نبدأ التدريب. هيا لحظة واحدة، اسمعوا، سوف نكون مصدر سخرية في البلاد إذا قمنا بشنق ولد صغير مثله. والدي شكرا لك. إن لدينا أعمالا أكثر أهمية من أن نقتل ولدا صغيرا. إننا سوف نصفي أمورنا مع عائلة الصيادين إلى الأبد. إننا سوف نسترجع حامد بالقوة. لا، شخص قادم في هذا الاتجاه. من هو؟ لقد عاد حامد يا والدي. ماذا؟ عاد؟ إنه حامد، لقد عاد حامد يا والدي تماما كما قال فرج بأنه سوف يعود. حسنا، ماذا تنتظرون؟ أنزلوا فرج فورا. حاضر فرج. أشكرك يا فرج. لقد عاد. نتيجة لرجوع حامد إلى بيته سالما فقد ألغيت فكرة الهجوم وبدأت الأمور تعود إلى طبيعتها ولو لأيام قليلة. لقد اجتمع كافة أفراد العائلة للاحتفال بعودة حامد سالما.
ما أجمله. هنيئا وسعودا لقد حل السلام. كل شيء جرى على ما يرام. ما هي المشكلة يا فرج؟ خذ الأمر بسهولة يا فرج، لا تأكل بسرعة. أهنئك يا والدي بهذه المناسبة. أوه إنك جميلة يا نجوى، أتمنى لو أستطيع أن أبقيك في بيتي إلى الأبد. ما هو قصدك؟ إن والدك ينوي إعلان خطوبتك على شوق هذه الليلة هنا، أليس ذلك جميلا؟ حسنا يا نجوى، ألست سعيدة؟ هذا شيء جميل يا نجوى. تهانينا يا نجوى، إنني سعيدة. ما هي المشكلة يا نجوى؟ إنها فتاة خجولة. نجوى عندها مشكلة. تهانينا بعودة حامد سالما يا سيدي. شكرا يا شوقي، شكرا. أوه تبدو جميلة جدا يا سيدة راوية. شكرا لك يا شوقي. مهول ينوي أن يعلن خطوبة نجوى عليك، وإنني سعيدة جدا لذلك. تقصدين أنكم ستعلنون خطوبتنا؟ هذا صحيح يا بني، إنني أنوي أن أزوج ابنتي لك. أشكرك أشكرك. أين نجوى؟ إنها في مكان ما هناك. شكرا، يجب أن أراها. لقد شبعت. سيدي فرج كامل، ماذا؟ هل لديك شيء؟ حسنا سأتي معك. اسمح لي يا فصيح. حسنا، ما هو الأمر يا كامل؟ كن صبورا يا سيد فرج، إنني أعيش هنا. خذ راحتك، تفضل. حسنا، ماذا يوجد هناك؟ يا إلهي، لقد نسيت شيئا ما هناك، هل تسمح لي؟ سوف أعود في فترة قصيرة. انتظر لحظة يا كامل، ماذا يدور هنا؟ ماذا يدور؟ هاني. هذا أنت يا هاني؟ عاصم. هاني. هاني. هذا أنت يا هاني. هل أنت حي يا عاصم؟ إنني كنت أعرف أنني سوف أراك. حسنا، انظر إلى نفسك يا هاني، إنك ترتدي ملابس أنيقة. أعرف ذلك، إنها قصة طويلة. إنني سأبقى ضيفا في هذا البيت، ولكنني لا أقدر أن أترك الآن. الآن أعرف أين تكون، أليس كذلك؟ ما دمت تتذكر أننا سوف نذهب شمالا، فهذا أمر حسن بالنسبة لي. شكرا، إنني لم أنسى ذلك. لقد جرحت ساقي، وإنني أمكث الآن مع صياد كريم اسمه رافت. إنني أستطيع المشي الآن يا هاني، لقد شفيت تماما. حسنا، إنني متأكد أنها لن تكون فترة طويلة. سوف أكون جاهزا، سوف يخبرك كامل كيف يمكن الوصول إلي. هل فهمت؟ مع السلامة. أنا سعيد يا نجوى لأن الأمور قد تتحسن. وأنا يا عزمي فرحة جدا ومتفائلة كثيرا. إن ما حصل خلال الأيام السابقة بين عائلتينا يبشر بالخير. إحسان عاد إلى أهله وحامل عاد إليكم، والكل يشعر بالسعادة. كل الكل. نجوى، أين أنت يا نجوى؟ تعالي، هذا أنا شوقي. نجوى، أين ذهبت تلك الفتاة؟ نجوى، أين أنت يا نجوى؟ نجوى، من هناك؟ من هذا؟ إنني أريد أن أصفي حسابنا يا عزمي. حامد، الأفضل أن تذهب الآن. نجوى، ارجعي إلى البيت قبل أن يراك أحد.
وقع شوقي. المساعدة، المساعدة. على الرغم من الخلافات الشديدة بين عائلة السيافين وعائلة الصيادين، فإنهم لا يعتدون على بعض إنما اجتمعوا في أماكن عامة. نجوى تعالي، إننا ننتظرك. نعم يا سالم. عزيزي، أعتقد أنني تركت كتابي في الصالة، اسمح لي لحظة. انتظري هنا يا نجوى. ولكن يا سالم، لا زال بعض أفراد عائلة الصيادين هناك، سوف أرسل شخصا ما ليحضره فيما بعد. والآن تعالي يا نجوى، هيا. يا نجوى، سوف أحضره لك. خرج، سأعود حالا. تفضل يا نجوى. فرج، إن هذا كرم منك، أشكرك شكرا جزيلا. لقد أوقعت شيئا ما. الساعة الثالثة. الساعة الثالثة. كما اتفقنا يا فرج، أشكرك مرة ثانية. يمكنك أن تذهب الآن. أرجو أن تعذراني يا والدي ويا والدتي. الكلام الذي تقولين؟ حسنا يا فرج، يجب أن تخبرنا إذا كنت تعلم أين ذهبت نجوى. لقد أخذها عزمي معها، أليس كذلك يا فرج؟ لقد كنت تعلم بذلك وتركتها تذهب، أليس كذلك يا فرج؟ إنني لم أعلم بذلك. لا أعتقد أنها بعيدة حاليا، دعنا نلحق بها. تعالوا. الرجاء، أم تنتظروا يا سيدي؟ يجب عليكم أن تفهموا أن نجوى اختفت لأنها تحبكم كثيرا، ولقد اختفى عزمي أيضا لأنه لم يعد يحب القتال بإطلاق الرصاص، فقرر الاثنين أن يختفيا حتى يعود الوئام والمحبة إلى العائلتين. دعنا نذهب يا حامد. مسكينة نجوى، أرجو أن تعملي شيئا ما يا والدتي، إنهم سوف يقتلون نجوى أيضا. سوف لا يفعلون، أبناءكم لأسباب مجهولة، عندما تمسكون بنجوى ستعرفون منها لماذا اختفت، لكن أن تقتلوها هذا جنون. تمهل يا فرج، تمهل. انتظر يا نجوى.
سنلتقي بوالدي. تعتقد أنك تعمل يا عزمي؟ هل سمحت لهذه الفتاة أن تضحك علي؟ ما هذا الكلام يا والدي؟ أنا سأتزوج هذه الفتاة. كلام سخيف، إنك تتكلم كلاما دافئا. الآن دعنا نذهب. اسمع، هؤلاء السيافين إنهم قادمون، احموا أنفسكم بسرعة. إنني أطلب منك يا رأفت أن تطلق سراح ابنتي التي في حوزتك. أفهم الحقيقة، أفهمها أنت؟ إنني أفهمها جيدا. إن ابنتك قامت بإقناع ابني وليس العكس. أرجوكم، أرجوكم أن تسمعوا، أرجوكم. لقد فهمتم كل شيء خطأ. لقد قررنا أن نقوم بهذه التمثيلية. إننا فعلا نريد أن نتزوج، ولكن لم يكن هذا ممكنا، والعداء قائم، قائم بين العائلتين. فقررنا أن نعمل عملا جريئا يعيد الأمل إلى النفوس. والآن نحن أمامكم، افعلوا ما تريدون. إذا كنتم تريدون أن تطلقوا الرصاص علينا فلا مانع. ماذا تنتظرون؟ أطلقوا الرصاص. حسناً، ألا تريدون أن تطلقوا الرصاص؟ إذن فكروا بحل الخلاف. أليس من الأفضل أن نتصالح؟ من أن نتصارح؟ نجوى، ماذا فعلتم؟ اتفقت مع عزمي على خطة للإصلاح وجمع شمل العائلتين. صحيح ما يريدان الزواج، لكن بعد إنهاء الخلاف بينكما حتى يستطيعان الزواج بحفل يضم العائلتين. ماذا فعلتم؟ فرج، فرج. نجوى، بإمكانك أن تتزوجي عزمي، وسنقيم لكما حفلا كبيرا. حقا يا والدي؟ إذا كنت واثقا مما تفعله يا عزمي فأنني أسمع لك بالزواج من نجوى. شكرا يا أبي. هيا بنا، هيا يا أولاد. هل أنتم مستعدون؟ تعالوا. شكرا يا فرج. مع السلامة، حظا سعيدا. لم أشعر بمثل هذا الشعور العظيم منذ عدة شهور يا أبي. وأنا كذلك يا عاصم، إنه شعور جميل. عن كل شيء حدث في ذلك المكان يا هاني. ها؟ لم يحدث شيء كثير يا عاصم، لا يوجد لدي أخبار تستحق الذكر، أليس كذلك يا لولو؟
أعرف ذلك إنه أمر سري. إن أمامنا رحلة طويلة لابد أن تخبرني خلالها. وهكذا عاد فرس زيدون إلى اسمه الحقيقي هاني، ورحل مع عاصم عبر النهر مرة أخرى مودعا بذلك عائلة السيافين. ونتيجة لما عمله هاني أثناء إقامته هناك، فإن الحالة سوف تتغير بالتأكيد.